أهلا وسهلا بكم تلاميذ الصف السادس الأساسي. عنوان درسنا اليوم حزن الأشجار. الفيديو الثاني. أهداف الدرس: في نهاية هذا الدرس يصبح المتعلم قادرا على أن يقرأ النص قراءة سليمة، يفهم النص فهما مجملا ومفصلا، ويجيب عن أسئلة حوله، يميز بين السرد والوصف والحوار. عزيزي المتعلم، حفاظاً على تركيزك، عليك أن تجلس في مكان هادئ، تنتبه إلى توجيهات المعلمة، توقف الفيديو عند التفكير تمهيداً للإجابة، تقارن إجابتك بإجابة المعلمة. قبل أن نبدأ، عليكم أحبائي أن تقرأوا النص قراءة صامتة لنتذكر ما ورد فيه، أو أعيد الاستماع إليه من خلال فيديو رقم 1. اليوم سنتابع معاً القسم المشار إليه باللون الأحمر. سنشرح المفردات الواردة في النص من عبارة فحملق في وجهي إلى عبارة إن شاء الله. فأجبته متكلفاً الابتسام. متكلفاً يتكلف الشيء أن يحاول أن يظهره على غير طريقته، فهو يتكلف الابتسام أي يظهر الابتسام، ولكنه من داخله لا يشعر بالفرح، هو فقط يظهر الابتسام لحفيده، فإذا يتصنع ويظهر ما ليس في داخله. متكلفا أي متصنعا، مظهرا نفسي على غير حقيقتي. نهزم الشر ونكفر عن آثامنا بالمحبة. الآثام هي المعاصي والأخطاء التي نرتكبها. عندما نكفر عن آثامنا بالمحبة، أي نحاول أن نغطي ونمحو هذه الآثام والمعاصي. فنكفر أي نغطي ونمحو، والآثام هي المعاصي. وأدركت أنه ضاق ذرعاً بالحديث المتعب. تحدث الجد كثيراً عن حالات حزن الأشجار وعما يصيبها من جراء الحرب وهذه الويلات، فإن هذا الطفل مروان قد ضاق ذرعاً بالحديث، أي أحس بأنه متعب لأن الحديث ثقيل ولم يستطع احتماله. إذن ضاق ذرعاً أي لم يقدر عليه، لم يستطع احتماله. أقطف لك ولجدتي شقائق النعمان من البستان. انظروا جيدا، ها هي شقائق النعمان. إذن شقائق النعمان هي نبات عشبي ذو زهور ربيعية ذات لون أحمر جميل على الحي الكئيب من حولي. الكئيب أي الحزين، والشجر المهشم الحزين. قلنا أن الشجرة ورد في النص هنا بشكل معين. ما هو هذا الشكل؟ إنه يابس ويموت من جراء القنابل، فعندما نقول مهشما أي مكسر. أعزائي، نتابع معا طرح الأسئلة حول النص. السؤال الثامن: إلى أي فن أدبي ينتمي هذا النص؟ ما هو الفن الأدبي الذي ينتمي إليه هذا النص؟ ينتمي هذا النص إلى فن القصة القصيرة، والدليل على ذلك هيمنة الأفعال الماضية وتسلسل الأحداث من وضع أولي إلى عنصر طارئ حتى الخاتمة. السؤال التاسع: ما هو السرد؟ السرد هو نقل أحداث أو أخبار من صميم الواقع أو من نسج الخيال، غايته الترفيه والتشويق، فالنص سرد أحداث حصلت مع شخصيات حقيقية وهي الجد وحفيده أثناء هدنة قصيرة أيام الحرب. السؤال العاشر: رأى براعم وردة صغيرة تتفتح في زاوية مدخل بيت الجيران. هذه الشجيرة المزهرة المورقة، ما نوع هذه الجملة؟ سردية أم وصفية؟ عما تتحدث الكاتبة في هذه الفقرة؟
عن البراعم، عن براعم الوردة. براعم الوردة هي الورود التي تبدأ بالتفتح، أي هي الورود الصغيرة. فإذا ماذا قالت عنها الكاتبة من صفات فرعية؟ قالت إنها صغيرة. هذه الشجيرة المزهرة المورقة، الشجيرة أي الشجرة الصغيرة. ماذا أعطتها من صفات؟ المزهرة المورقة. فإذا أعطتنا موصوفا وأعطت له صفات، فإذا الجملة هي وصفية. إنها جملة وصفية حيث تصف فيها الكاتبة براعم الوردة الصغيرة وهي تتفتح في زاوية المدخل، مستخدمة الفعل المضارع تتفتح وبعض الصفات والنعوت كصغيرة والمزهرة. والآن أعزائي سنعين عناصر السرد القصصي في نص حزن الأشجار. افتحوا الكتاب وانظروا إلى النص وحاولوا أن تجدوا المكان، الزمان، الشخصيات، الحدث الطارئ، العقدة والحل. أنتظركم. والآن عدنا. هل وجدتم الإجابات؟ المكان في الحي. أما الزمان، ذات صباح أثناء هدنة قصيرة لا تتجاوز 3 ساعات. الشخصيات الجد وحفيده. أما الحدث الطارئ فهو مشاهدة الأشجار اليابسة والمبتورة من جظايا القنابل. العقدة عندما وصل الحديث إلى عقم الأشجار والينبوع والفكر. أما الحل، عودة الربيع من هجرته، أي توقف الحرب. أعزائي، من المتحاوران في هذا النص؟ المتحاوران هما الجد ومروان. ما الذي دل على الحوار في النص؟ انظروا معا إلى الأفعال الملونة بالأحمر. سألني، قال، أجبت، قائلا، قال، كلها أفعال. على ما تدل هذه الأفعال؟ تدل على أن الأشخاص يريدون أن يقولوا كلاما، أن يقولوا شيئا. إنها أفعال تدل على القول، فإذا إنها أفعال القول. مثال، سألني، قلت، أجبت. الآن يا أعزائي سننظر إلى هذه الإشارات. انظروا ماذا ورد بعد فعل القول سألني؟ وردت نقطتان. وهنا بعد الفعل قال وردت نقطتان أيضا. إذن لاحظوا، بعد أفعال القول وردت نقطتان. هذا ما يدل على أنه سيأتي بعدها الكلام الذي سيقوله صاحبه. فإذا النقطتان هما من علامات الترقيم التي نستعملها بعد فعل القول. والآن سترد أمامنا بعض الإشارات وهي تعد من علامات الترقيم أيضا. هذه الإشارات لم ترد في النص، أنا وضعتها لكم لأنني اختصرت قليلا من النص. لماذا يا جدي يبس الشجر في البستان؟ من القائل هنا؟ إنه مروان، لأنه محزون يا مروان. من المتكلم هنا؟ إنه الجد. في الجملة الأولى تحدث مروان، وعندما انتقلنا إلى الجملة الثانية المتحاور الثاني أو المتكلم الثاني وضعنا شرطة لكي نظهر أن المتحاور أو المتكلم قد تغير، ليس هو نفسه الذي كان يتحدث في الجملة السابقة. كذلك أيضا، ولماذا يحزن الشجر؟ بل كيف يمكن أن يحزن يا جدا؟ من القائل هنا؟ إنه مروان، لأن له روحا وإحساسا كالإنسان. من المتكلم هنا؟ إنه الجد. إذن عندما انتقل الكلام إلى الجد وضعنا شرطة. فإذا علامات الترقيم التي تدل على الحوار هي النقطتان والشرطة. الآن سننظر إلى اللون الأخضر في الفقرة الأخيرة الواردة هنا. إلينا، قرأت، أنا، لك ولجدتي. انظروا، لقد وضعت سطرا تحت الضمير نا. الضمير نا يدل على أي ضمير منفصل؟ إنه يدل على الضمير نحن. قرأت، التاء تدل على ضمير المخاطب
تدل على ضمير المتكلم أنا، قرأت أنا. أنا تدل على ضمير المتكلم أنا. لك تدل على ضمير المخاطب أنت. ولجدتي الياء تدل على ضمير المتكلم أنا. نرى أعزائي، عندما يكون هناك حوارا في الكلام نجد استعمالا لضمائر المتكلم والمخاطب. فإذا من مؤشرات الحوار أو من عناصر الحوار ضمائر المتكلم وضمائر المخاطب. بقي لدينا أمر آخر، انظروا جيدا إلى الكلمات التي وضع تحت خط باللون البنفسجي، يا جدي، يا جده، يا جده. عندما كان يتحدث مروان مع جده كان يناديه ويقول له يا جدي. هل جده موجود أمامه أم هو غائب؟ هو موجود، إنه يتوجه إليه بالكلام بشكل مباشر. إذن التوجه بالشكل المباشر هو من علامات الحوار. والجد كيف كان يتحدث مع حفيده؟ كان يناديه ويقول له يا مروان، يا صغيري. فإذن لدينا هنا أسلوب النداء لكي يتحدث بشكل مباشر. إذن ننظر إلى هذه الإشارة، إنها علامة استفهام، يعني هناك سؤال. فإذا عندما نطرح سؤالا، هل نطرح سؤالا على الإنسان الموجود أمامنا أم على إنسان غائب ليس موجودا أمامنا؟ فإذا نتحدث إليه أيضا بشكل مباشر، نستطيع أن نسأله الأسئلة. فإذا لاحظوا الأسئلة التي وردت هنا، مروان كان يسأل جده وجده كان يجيب. فإذا من علامات الحوار الخطاب المباشر، النداء يا جدي يا مروان، والاستفهام مثال لماذا يا جدي يبس الشجر في البستان. ماذا تعلمنا اليوم؟ فهمنا النص وأجبنا عن أسئلة حوله، ميزنا بين السرد والوصف والحوار، وحددنا عناصر كل منها. الواجب البيتي: قراءة النص والأسئلة حوله، قراءة المفردات الجديدة. دمتم بخير أعزائي، إلى اللقاء.